السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي ايت ايزي. وفي هذا الفيديو اللي غادي نخصو ان شاء الله الشرح ديال لي سات برينسيپ فوندامونتو دو لا كونطابيليتي، كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. فكيف ما كنت شرحت لكم في الفيديو اللي كنت درتو قبل، وكنت درت فيه واحد لانتروداكسيون بريف على لا كونطابيليتي جينيرال، انه شاك انتربريز كيخصها دير لا كونطابيليتي، وقلنا انها كدير لا كونطابيليتي باش كتحصل على مجموعه ديال لي زيتات سانتيز. هاد لي زيتات سانتيز كيعاونوها في العلاقات ديالها مع لي بارتنير ديالها اللي كيكونوا في لونفيرونمون ديالو اللي كتكون كتعامل معاهم بواحد الشكل دائم. فهاد لي زيتات سانتيز قلنا انهم هما كاينين خمسه ديال لي زيتات سانتيز: البيلون سي بي سي اللي هو لو كونت دو برودوي اي شارج، لو اس جي اللي هو ليتا دو سول دو جيستيون، طابلو دو فينانسمون، وليتيك اللي هي ليتا دي زانفورماسيون كومبليمونتير. وكنت قلت لكم بلي انكم نتوما في البروميير اني غادي تقراو فقط البيلون والسي بي سي. فالشركة باش دير هاد لا كونطابيليتي، يعني باش تحصل على هاد لي زيتا دو سانتيز، كيخص تحترم مجموعه ديال لي برينسيپ اللي فرضوا عليها البلان كونطابل. فالبلان كونطابل الطريق هو باش موضوع اولا باش مقاد، يعني مقاد على هاد لي برينسيپ. دونك لا كونطابيليتي يعني اولا لونجيسترومون ديال هادوك لي زوبيراسيون كونطابل اللي كتكون كديرهم لونتربريز، كيخصهم يكونوا كيحترموا هاد المبادئ اللي غادي نشرحهم لكم دابا من بعد. فكيف قلت لكم انه في هذا الفيديو غادي نخصصوا الشرح ديال هاد لي برينسيپ كونطابل اللي هما سبعه. فكنلقاو اول برينسيپ هو لو برينسيپ دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون، لو برينسيپ دو بيرمانونس دو ميثود، لو برينسيپ دو كو هيستوريك، او لو برينسيپ دانديبوندونس دي زيكزيرسيس، لو برينسيپ دو بروودونس، لو برينسيپ دو كلارتي، اي لو برينسيپ دامبورطونس سينيفيكاتيف. فهاد لي برينسيپ اللي قلنا هما مهمين في لا كونطابيليتي وكيخصنا نحترموهم ونخدموا بهم. ف يعني هادو غادي تقدروا تلقاوهم سواء يعني في لا بارتي تيوريك في مثلا في الباساج، او حتى من وراء ملي كتاخذوا الدبلوم ديالكم الا بغيتوا تدفعوا ليسونس بروفيسيونيل، فكتلقاو يعني من بين الاسئله اللي مطروحين هاد لي برينسيپ كونطابل. ومثلا في لونتروتيان دومبوش الا مثلا دفعتوا لشي خدمه مثلا شاف كونطابل او لا كونطابل في شي سوسيتي، او لا عندك شي فيديسيير ولا عندك شي اكسبير اون كونطابل، فكيطرح لكم هاد السؤال ديال لي برينسيپ كونطابل، حيت هو مهمين ان اي كونطابل يكون عارف هاد لي برينسيپ كونطابل. دابا غادي ندوز باش نشرح لكم كل برينسيپ بوحدو. فاول برينسيپ هو لو برينسيپ دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون. فهاد لو برينسيپ كيقول لك ان لونتربريز بريزومي ايتابليغ سي سيتا دو سانتيز دون لا بيرسبكتيف دون بورسويت نورمال دو سي زاكتيفيتي. فالشرح ديال هاد لو برينسيپ بالدارجه، فكيقول لك ان لونتربريز كيخصها دير هاد لي سيتا دو سانتيز، هو يكون في النيه ديالها انها يعني تكمل هذيك لا دوري دفي ديال اللي كتكون عند الشركه. حنا كنعرفوا ان العمر الافتراضي ديال الشركه هو 99 عام، يعني ان لونتربريز ماشي دير لي زيتا سانتيز غير عام او عامين وتوقف، لا، يعني يكون هي عندها واحد النيه انها تكون يعني تكمل هذيك ليكسبلواتاسيون او هذيك الخدمه اللي هي كدير. وهذا لو برينسيپ هو كيسقط اولا ما كنبقوش خدامين به، هو سواء ملي كدير لونتربريز فايت اولا لونتربريز ملي كتباع. فهاد لو برينسيپ ما كنبقوش خدامين به. اما بالنسبه للبرينسيپ الثاني اللي هو لو برينسيپ دو بيرمانونس دو ميثود، فكيقول لينا هذا لو برينسيپ ان لونتربريز اي سونسي ايتابليغ سي زيتا دو سانتيز ان ابليكون لي ميم ميثود اي لي ميم ريغل دو ريبريزونطاسيون دان اكزيرسيس ا لوتر. فهذا لو برينسيپ دو بيرمانونس دو ميثود كيقول لك ان لونتربريز كيخصها ايتابليغ هذوك لي زيتا دو سانتيز، يعني بالاستعمال ديال نفس الطرق اللي كانت استعملاتهم في لي زيكزيرسيس القبل. يعني مثلا الى يعني بنفس الطريقه اللي كانت خدامه بها في 2014 تخدم بها في 2015 2016 2017. فواحد الحالات قليله فين كتبدل الطريقه، مثلا نعطيكم واحد المثال بسيط، هو ان مثلا لونتربريز اللي كتكون مثلا كتكون خدامه بالفيفو، ومثلا العام الجاي بدلات الطريقه، ما بقاتش خدامه بالفيفو ولات خدامه بالكوميب، هذا كيبقى غير المثال، ولات خدامه في الكوميب. فهي كيخصها تعطي يعني كتجمع مجموعه ديال الاوراق اللي كتعطي فيهم الدليل يعني علاش هي بدلات الطريقه، واللي كيتجمعوا يعني على حساب على الشكل ديال ليتيك ليطا دي زانفورماسيون كومبليمونتير، يعني باش كتبرر علاش هي بدلات هذيك الطريقه. اما بالنسبه لو برينسيپ دي سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس، فكيقول لك ان لي شارج اي لي برودوي دوفون اتر راتاشي ا ليكزيرسيس كي لي كونسيرن ايفيكتيفمون اي ا سولوي لا سولمون سان كي سوا تونو كونت دو لور دات دو بايمون او دانكاسمون. Ce principe découle du découpage de la vie de l'entreprise en exercice comptable. Le principe de rattachement est appliqué même si ces charges ou produits en ont été connus après la date de clôture et avant la date d'établissement des états de synthèse. فهاد لو برينسيپ يعني بشكل مختصر كيقول لك ان لونتربريز الا باعت اولا شرات شي حاجه، ف
هذيك لوبيراسيون كي خاصها تكون دخلات في هذاك ليكزارسيس اللي هي دارت فيه. فكنعرفوا ان ليكزارسيس كونطابل كيبدا من لو 1 يعني حتى لهذاك العام مثلا 2014 اولا 2015 وكيسالي في لو 31 دوز في هذاك العام. فمثلا الا بعنا شي حاجه في 31 في شهر 2 2014 كيخصها تدخل في هذيك لادات اللي هي معنيه فيها. ولا مثلا بعنا واحد الحاجه ولونكاسمون ديالها مثلا كان في 2015، مثلا بعنا شي حاجه في 2014 وحنا ما دخلنا الفلوس يعني ما خدينا الفلوس ديالها ما تخلصنا من هذيك البيع ديالها حتى 2015، فلونكاسمون يعني ديك لوبيراسيون كيخصها تدخل حتى 2015 عاد باش تدخل وتبين بلي راه حنا مثلا خدينا دوك الفلوس. فهاد لو برينسيپ كيف ما قالوا انه هو كيقسم لا في ديال لونتربريز على دي زيكزيرسيس، وكل اكزيرسيس كيخصو يكونوا داخلين فيه لي زوبيراسيون اللي داروا فيه. اما بالنسبه لو برينسيپ دو كلارتي كيقول لك ان لي زوبيراسيون اي لي انفورماسيون دو اتر انسكري دون لو كونط سون كومبونساسيون انتر ال. فهاد لو برينسيپ دو كلارتي كيقول لك ان لي زوبيراسيون اللي كديرهم لونتربريز كيكونوا خاصهم يدخلوا في لو كونط ديالها ويكونوا مكتوبين بشكل صحيح. فمثلا الا دات هي مثلا واحد لوبيراسيون ديال ايموبيليزاسيون كوربوريل، فماشي نكتبوها بشكل مختصر ايمو ونكتبوا حداها كور، لا خصنا نكتبوا ايموبيليزاسيون كوربوريل وتكون داخله بلو كونط ديالها. ثاني حاجه هو ان مثلا لي كونط اللي كنخدموا بهم في البيلون ماشي نخدموا بهم في التف سي بي سي، ولي كونط اللي نخدموا بهم في السي بي سي ما خصناش نخدموا بهم في البيلون. فكل كونط نخدموا به في البلاصه فين كيخصو انه يكون فيها. فثالث برينسيپ هو لو برينسيپ دو كو هيستوريك، يقولنا هذا لو برينسيپ ان لي زيليمون داكتيف دو بيلون دو اتر غاردي ا لور فالور دونتري لاكيل فالور دو ريست انتانجيبل كيلكو سوا لا فالور اكطوال دو ليليمون كونسيدير. فهاد لو برينسيپ كيقول لنا ان لي زيليمون اللي كيكونوا عندنا في لاكتيف مثلا واحد تيران فوند كوميرسيال مثلا شي ايموبيليزاسيون حنا واخدينها، فكيخصها تبقى يعني في البيلون ديالنا داخله بداك لا فالور دونتري ديال لا فالور دونتري اللي كنا حنا خديناها بها النهار الاول. يعني ماشي مثلا شرينا مثلا حنا واحد تيغا في 2014 مثلا ب 60000 درهم ومثلا في 2020 ولات القيمه ديالته كتساوي 100000 درهم غادي نرجعوا للبيلون وغادي نبدلوا القيمه ديالته، لا فهو كيخصو يبقى محافظ على نفس القيمه اللي كنا خديناها به النهار الاول. من ورا هذا لو برينسيپ كاين لو برينسيپ دو بريدونس. لو برينسيپ دو بريدونس هو يعني الحيطه والحذر. يعني هذا لو برينسيپ دو بريدونس كيقول لك ان لي برودوي نو سون بريز ان كونط كيل سون ديفينيتيفمون اكي ا لونتربريز. يعني لي برودوي مثلا الا بعنا واحد الحاجه فما غادي نسجلوها حنا في لا كونطابيليتي عندنا حتى الفلوس ديالها يكونوا دخلوا لنا سوا في لا بنك اولا لا كيس. اما لي شارج خصهم يتكونطابيليزون، يعني الفو واحد لو شارج واحد شارج عندنا في الفيتور كيخصنا نديروا لها لا كونطابيليتي ديالها ونديروا عليها لا بروفيزيون. اما بالنسبه للبرينسيپ الاخير البرينسيپ السابع اللي هو لو برينسيپ دانفورماسيون سينيفيكاتيف او لو برينسيپ دانبورطانس سينيفيكاتيف. فهاد لو برينسيپ كيقول لك ان كاع لي زانفورماسيون اللي كيكونوا في شركه يمكن لهم ياثروا على الراي ديال هذاك اللي غيقرا لي طات سانتيز كيخصهم يتكتبوا بواحد الشكل واضح ويكونوا كيبينوا الدلاله ديالتهم. فحتى لهنا الفيديو ديال اليوم سهلة، كنتمنى انه يعجبكم. ما تنسوش ديروا ابوني وديروا جيم وتفعلوا الجرس، ولا كان عندكم اي سؤال تقدروا تحطوه ليا في لي كومونتير. نشوفكم في فيديو جاي. بسلامه.